السلام عليكم، بغيتي تجيب المنتوج ديالك من الشينوا وبالخصوص من علي اكسبريس واختي تشد لك في الديوانه ولا تزاد عليك مصاريف التوصيل ولا رسوم اضافيه اخرى؟ اليوم ان شاء الله غنوريك كيفاش تشري المنتوج ديالك ويصلك حتى لباب الدار بصفر درهم، يعني بلا مصاريف اضافيه. فاول نقطه بغيت نفهمها لكم هو انه تقريبا سنه 2023 ولاو جميع المنتوجات اللي كناخذوا من اليكسبريس ان فوا كيوصلوا هنا للمغرب كيصونيو عليك في البوسطه وكيطلبوا منك واحد المونطون حسب هذا المنتوج، كيتراوح من 30 درهم حتى 100 درهم ويقدر اكثر الا كان شي منتوج الثمن ديالو غالي. ولكن الجميل هو انه كاين بعض المتاجر في علي اكسبريس كتدعم دي دي بي، يعني الا لقيتي شي منتوج في علي اكسبريس والبائع قال لك باللي كيدعم دي دي بي فعرف باللي ما غتخلص عليه والو ملي يوصلك للمغرب، البائع هو اللي كيتكلف بكل شيء. دابا هذه نقطه فهمناها، ولكن كيفاش غادي تعرف باللي هذا البائع فعلا كيدعم دي دي بي؟ فعندنا زوج ديال الطرق. الطريقه الاولى واللي سهله هو انك تدخل لمجموعه من هذه المجموعات ديالنا سواء في الواتساب ولا تيليجرام ولا الفيسبوك، شوف انت فين غادي ترتاح. غنخلي لكم الروابط ديال هذه المجموعات في وصف هذا الفيديو. ملي غتدخلوا غتلقاو جميع المنتوجات المدعومه دي دي بي، ما عليكم سوى تختاروا المنتوج وخلصوا وبالكم مهني 100% باللي غادي يوصلكم بلا مصاريف اضافيه. وباش نزيد نسهل عليكم غنخلي لكم كذلك الروابط ديال مجموعه كبيره من المتاجر اللي ديجا شراو منهم الاصدقاء ديالنا ومتاكدين 100% باللي كيدعموا دي دي بي، يعني ما كاينينش مصاريف اضافيه. غنخلي لكم الرابط ديالهم في وصف هذا الفيديو كذلك. اما الحاله الثانيه فهي تسول البائع واش فعلا كيدعم دي دي بي ولا ما كيدعموش، وهنا غير خصك تاكد 100% باللي البائع صادق باش ما تصدقش مزرف ملي توصلك السلعه هنايا ويطلبوا منك مصاريف اضافيه. وإلا بغيتي تعرف كيفاش تاكد باللي البائع فعلا كيدعم دي دي بي وغيتكلف لك بالمصاريف كامله، دخل لهذا الفيديو اللي ديجا شرحنا في القناه ديالنا، راني شرح فيه كل شيء. بالنسبه للرابط ديالو كذلك غتلقاه في وصف هذا الفيديو. اما النقطه الثانيه واللي مهمه بزاف وبزاف ديال الناس كيغفلوا عليها هي اختيار طريقه الشحن عن طريق سبيداف واللي هي علي اكسبريس ستاندر شيبين. الا ما اخترتيش هذه الطريقه راه واخا يكون عندك المتجر كيدعم دي دي بي الا جاتك عن طريق البوسطه راك غتخلص عليها، وهذا الشيء كامله قلناه باش تستهلك بلا ما تهلك. يلا دير جيم بارطاجي الفيديو مع الاصدقاء، واذا كانت خويا اختي هذه هي اول زياره لك للقناه ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا اول باول. تهلاو.